نهر النيل من الجغرافيا إلى السياسة مع الدكتور أحمد سميح. هيعلن الخديوي إسماعيل أن الدافع الأساسي لاهتمامه بالجنوب محاربة الرق وتجارة الرقيق في الأقاليم الاستوائية، وده طبعا الدافع الأساسي اللي هو نقدر نقول الدافع المعلن، وكان الهدف منه إرضاء السياسة الإنجليزية اللي كانت بتتجه لنفس المنطقة لدوافع إنسانية. ولكن بريطانيا عندما تبنت المبادئ الإنسانية في تحريم تجارة الرقيق كان لها أهداف استعمارية، أهداف استعمارية يعني بعد اقتصادي، بمعنى إنها تفتش عن السفن تشوف فيها رقيق ولا لا، وبعد كده تحتل المواني عشان تمنع الرقيق. احتلال المواني هو الهدف الغير معلن من محاربة تجارة الرقيق، يعني الغاية تبرر الوسيلة عند اللزوم. استعان إسماعيل على تحقيق سياسته بالمستكشفين الأوروبيين وخاصة الإنجليز، ودخل في خدمته الإنجليز باعتباره صاحب السلطة المطلقة، ومن ناحية أخرى أم بترشيح من الحكومة الإنجليزية بالتوجه للمنطقة في المجال الكشف، يعني هم اشتغلوا بريطانيا في المجال الكشفي باسمه وتحت أعلام مصر. يعني دي كانت الخطة اللي كانت مرسومة في الفترة دي، إما أنه هو يتوجه بنفسه أو إما أنه هو يتوجه ويبقى مع الإنجليز شغالين معه، يبقى في نوع من أنواع التحالف الخافي مع بريطانيا في قصة التوجه إلى الجنوب، باعتبار أن مصر وقتها كانت اقتصاديا دولة مش ضعيفة. طبعا إسماعيل لم يحقق أهدافه من الحرب اللي خاضها على الحبشة، الحرب دي خاضها 1875-1876، الحرب دي خسرها بسبب الدور اللي لعبوا الضباط الأمريكان اللي كانوا في خدمة إسماعيل. ليه؟ لأنهم كشفوا أسرار الخطط العسكرية المصرية للأحباش، فبالتالي هم كانوا في الفترة دي بيلعبوا على وتر محدد وهو خدمة مصالحهم وليس خدمة مصالح مصر. الوضع ده أدى إلى سخط الضباط المصريين بمن فيهم أحمد عرابي نفسه، السخط ده توجه ضد التدخل الأجنبي في شؤون مصر، ونجح جوردون حاكم السودان البريطاني في تأليب السودانيين على المصريين، وتحول السخط إلى ثورة عرفت بالثورة المهدية عام 1880، وورثت بريطانيا أملاك مصر في وسط إفريقيا وخط الاستواء، في حين فقدت مصر السودان بعد إخلاؤه بناء على النصيحة الإنجليزية عام 1883. إيه هي النصيحة الإنجليزية؟ هو أي حد ينصحني نصيحة وافق عليها؟ لا، إنما بريطانيا كانت بتدي قرارات ملزمة ولكن في شكل نصائح، أنا بنصحك ما تعملش كذا، أنا بنصحك تعمل كذا. سياسة بريطانيا اسمها النصيحة البريطانية بالنسبة لمصر. وإلى لقاء آخر وجزء جديد مع الدكتور أحمد سميح.